نعم، تجاه هذه النقطة الصين والدول العربية تتمتع بنفس الشيء، كلهم يتابع يعني ممثلي أو يعني جماهير في الإنترنت ليجذب أو لارتفاع حجم المبيعات. وأيضا نعلم أنتم يعني تشتغل في التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة، ولديكم دراية يعني جيدة جدا حول هذه فئة من يعني أسواق. فحسب رأيكم يعني ما هو الوضع الحالي وفرص مستقبلية لشركات التجارة الإلكترونية الصينية التي تدور أعمال في منطقة الشرق الأوسط؟ لما نقوم بالمقارنة مع الأسواق الإقليمية الأخرى، نرى الشرق الأوسط لها إمكانية متميزة وجديرة بالاهتمام. مثلا متوسط القيمة المبيعات لصفقة واحدة في تجارة إلكترونية في الأسواق في الشرق الأوسط أعلى بكثير من الأسواق المماثلة في الأقاليم في مناطق أخرى. في دول الخليج هذا الرقم يقارب حوالي يعني 100 دولار أمريكي، وهذا الشيء مذهل، معناها إمكانيات كبيرة تنتظر استغلالها. يعني ما زلنا بعيد جدا جدا عن يعني درجة النضوج أو النضوج هذه الأسواق، ما زال هذه نحن ما زلنا في البداية. في البداية حتى جوليشيك مثلا تقريبا لتسع سنوات حتى الآن، لكن ما زلنا في البداية، وخصوصا اعتبارا من هذا العام بسبب العوامل العديدة. الآن قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط الآن تدخل في المسار السريع لنمو انفجار. مفاهيم المستهلكين الآن في الصدر تغيير جذري، حتى كبار السن هم يعني كثير من الناس لقد بدأوا يفكر في يأخذ أو يتخذ تسوق شبكي من استهلاك يومي، وهذا النمط وهذا المفهوم أو هذه المفاهيم ستثبت حتى بعد وباء كورونا فيروس، وهذا الشيء يعني كبير جدا. هذه العامل سيلعب دور كبير لدفع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط. فمطالب موجودة ومتزايدة، المسألة هي كيف كمنصة كيف تتنافس في هذه الخارطة الجديدة ومن خلال تقديم البضائع الجيدة ومزايا السعر المطلوبة، وكذلك خدمات تلعب دور متزايد في هذا السياق.